اختارت إدارة مهرجان ملومه للسينما العربية بالسويت تكريم الفنان لبلبة عن مجمل مشوارها الفني في دورته الجديدة التي تقام الشهر القادم. وأيضا هتشارك لبلبة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. أما الأفلام المصرية المقررة مشاركتها في قسم ليالي عربية بالمهرجان فهي فبراير الأسود بطولة خالد صالح وأمل رزق وميار الغيثي وطارق عبد العزيز والإخراج لمحمد أمين، وحفلة منتصف الليل بطولة علا غانم وعبير صبري ورانيا يوسف وحنان مطوع والإخراج لمحمود كامل. نتكلم الكنيسة يبعتولك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما قدرتش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطه اللي احنا فيها دي.